أشد حالة من العبث. فعلا حالة من العبث. وحضرتك بتختار بصفة إيه؟ حضرتك تقعد تتفرج في التلفزيون أو في المدرج. حضرتك فيريرا يختار وإحنا نقول له تعظيم سلام. وكل اللي اختارهم جبناهم له. كل اللي اختارهم جبناهم له. وكل صفقات على أعلى مستوى. اللي هم موجودين في السوق زي ما بيقولوا إيه؟ وش القفص. طب قعر القفص لمين سيبنا لغيرنا؟ قعر القفص كله لغيرنا، خدنا التفاح السليم وسيبنا التفاح المعطب لغيرنا، عايز تاخده خده. فأنا بطمن الجميع، إعلان عن الصفقات غالبا الأستاذ الأمير مرتضى هيعلن عنها بكرة، إحنا آخر رئيس نادي، إحنا مراحل، الأول بناخد رأي اللاعب، اللاعب بيوافق، نبتدي نكلم النادي بتاعه، نبتدي نكلم كل، وبعدين أنا إمبارح شفت أحد الإخوة دول على لاعب معين يعني انه اشترط ياخد كذا وكذا وكذا، كل اللعيبه اللي يناسبنا ويناسب قيمه اللاعب. زي النهارده في مصر اليوم كان الدين اوباما بيقول لك عايز عقد زي زيزو، ما حصلش. ما حصلش يا اسلام. هو الحاله جات لك انت كنت كويس. ده انت مشتوم انت ومحمد فاروق والاثنين الاهلاويه المحترمين اللي بيقعدوا معاك كلكم مشتومين. مشتمه شغال 24 ساعه. هو مجدي عبد الغني ده دلوقتي اللي بيتشتم وسرق الفلوس ليه؟ لما قال كلمه حق في البرنامج بتاعه يتشتم 24 ساعه. مشتمه شغاله يا جماعه. وانا بقيت راجل مسالم وبقيت ملاك بقول لهم ربنا يسامحكم. ربنا يسامحكم. وانتوا عارفين ربنا يسامحكم يعني هيحصل فيكم ايه؟